هنتكلم في ملفنا الصحي عن واحدة من أكثر الأمراض، أمراض الدم خطورة وأيضا انتشارا. هنتكلم عن مرض الثلاسيميا، حقائق معلومات حول هذا المرض والسؤال المهم: ماذا لو أصيب مريض الثلاسيميا بكورونا؟ هل يمكن يعني أن تكون هناك بعض عمليات نقل الدم تكون كالعادة أو أنها تكون مختلفة عن المعتاد؟ أكيد أسئلة كثيرة مهمة عن مرض الثلاسيميا سنتعرف عليها بعد قليل، وأيضا من ضمن جولتنا لهذا النهار مجموعة من التقارير والقصص من حول العالم، بالإضافة إلى فقرتنا الفنية المميزة والتي سنستعرض فيها أهم المسلسلات العربية المشتركة في موسم دراما شهر رمضان لهذا العام. إذن خلينا نبدأ هذه الساعة من فقرتنا الصحية. كما نعلم أن الدم يحتوي على كريات دم بيضاء وأخرى حمراء، لكن انخفاض نسبة أي نوع منهما يؤدي إلى مرض معين في الدم، مثلا زي ما كنا بنقول قبل شوي مرض الثلاسيميا الذي يحتفل به العالم اليوم. الثلاسيميا اضطراب أو خلل وراثي في خلايا الدم يؤدي إلى انخفاض مستوى الهيموجلوبين وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، وهو ما يجعل الشخص المصاب في حاجة دائمة لنقل الدم. ولكن مع أزمة كورونا وما خلفتها من مخاوف من انتقال الفيروس عبر الدم، زادت معاناة حاملي هذا المرض الجيني. يتطلب طبعا مرض الثلاسيميا رحلة علاج طويلة ومكلفة. في المغرب اليوم تبذل جهود حكومية ومدنية لتوفير سبل العلاج خصوصا لغير القادرين، ولكن ومع ذلك تبقى هناك حاجة دائمة للمزيد من الجهود للتخفيف من معاناة المرضى وعائلاتهم أيضا. هنا بجماعة سيدي الطيبي ضواحي العاصمة الرباط، تحت سقف هذا البيت المتواضع تعيش فاطمة برفقة زوجها وأبنائها الأربعة المصابين جميعهم بمرض الثلاسيميا. بحرقة ومرارة تحكي فاطمة عن المعاناة والمآسي الحقيقية التي تعيشها هذه الأسرة الفقيرة جراء رحلة العلاج الطويلة التي يتطلبها هذا المرض الوراثي المزمن. سنعانيو بزاف ماديا ومعنويا، وعندي الوليد حالته حرجه بزاف، تيصغيور ها هو تتشوفوا فيه، تنديه جوج مرات في السيمانه، تيدير الدم، ما عندوش هو كاع العلاج نهائي. وضع اسري ماساوي يدفع هذه الام لطرق جميع الابواب والتردد باستمرار على الجمعيه المغربيه للثلاسيميا وامراض الهيموغلوفين في الرباط طلبا للمساعده. جمعيه مدنيه تعنى بالمرضى المصابين بفقر الدم الحاد منذ تأسيسها عام 2002. توعية وتحسيس المرضى، والثاني هو تحسيس الحكومة على المسائل التي تعاني منها المرضى. مركز أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفى ابن سينا في الرباط أحد أهم المراكز الصحية الحكومية التي تسهر على تقديم العلاجات المجانية والمساعدات الطبية لحوالي 100 مصاب بداء الثلاسيميا من شمال ووسط البلاد. هذا السنتر كيعالج مرضى الثلاسيميا من 1980، عنده واحد الخبره عاليه، العلاج ديالهم تحسن بزاف لانهم كانوا ما كيعيشوش اكثر من 15 عام. شريحه من المرضى متشبثه بالحياه تعاني في صمت رهيب جراء مصاريف رحلات العلاج المكلفه والطويله الامد. 20 عام هذه وانا كنجيو انا واختي، ودابا هذه 7 شهور باش ماتت اختي، حيث كان عندها الحديد طالع بزاف وما كانش الدواء، وديك الساعة ما قدريناش نعتقوها وماتت. يوصي الأخصائيون بإلزامية إجراء فحص مخبري خاص تبلغ قيمته المادية 20 دولارا للمقبلين على الزواج، تفاديا لنقل المسببات الوراثية ذات الصلة بالمرض للأبناء. للوقاية من هذا المرض خاص الناس يديروا تحاليل قبل من الزواج باش نعرفوا واش حاملين لهذا المرض أو لا. تبدأ رحلة العلاج الشاقة مباشرة بعد تشخيص المرض لدى الطفل المصاب 6 أشهر من ولادته، ليصبح ملزما بالنقل المتكرر للدم مدى الحياة، مع ضرورة تناول الأدوية لتشطيب الحديد يوميا، والتي تبلغ القيمة المادية لبعض أنواعها ما بين 300 و500 دولار وفق تقارير طبية. رغم ما تقدمه وزارة الصحة لمرضى الثلاسيميا، يطالب المصابون بهذا المرض بتكثيف حملات التبرع بالدم والمساعدة للحصول على الأدوية باهظة الثمن لإنقاذ حياتهم. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط.
إذن دعونا الآن نتعرف على المزيد من الحقائق عن هذا المرض، مرض الثلاسيميا وفق موقع مايو كلينيك الطبي. تحدث الثلاسيميا بسبب حدوث طفرات في الحفظ النووي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الهيموغلوبين، ويتم توارث تلك الطفرات المرتبطة بالثلاسيميا من الأهل إلى الأبناء. وتعتمد مؤشر المرض وأعراضه على نوع الحالة وشدتها كالإرهاق والضعف وأيضا الشحوب في الجلد أو الإصفرار وغيرها. تظهر مؤشرات والأعراض مرض الثلاسيميا لدى بعض الأطفال عند الولادة، وتنشأ لدى الأطفال الآخرين خلال العامين الأولين من العمر. أما عوامل خطورة هذا المرض فتتمثل في التاريخ العائلي للإصابة بالثلاسيميا. تعد عمليات نقل الدم المنتظم علاجا لمرض الثلاسيميا، ويمكن أن تسبب عمليات نقل الدم في تراكم الحديد في الدم، فبالتالي يتم إلحاق الضرر بالأعضاء والأنسجة خاصة في القلب والكبد. للمزيد معنا الآن اختصاصي أمراض الدم وزراعة النخاع والخلايا الجذعية دكتور محمد بار علي. صباح الخير عليك وأهلا بك معنا دكتور محمد. يعني تعرفنا الآن وسريعا بصورة مختصرة على مرض الثلاسيميا، لو أمكن أن تشرح لنا يعني أكثر أسباب هذا المرض بصورة علمية. صباح الخير لكم في الاستديو وللسادة المشاهدين. قبل ما نعرف الآلية الإمراضية للثلاسيميا، الأفضل أن نعرف قليلا عن بنية الكرية الحمراء. الكرية الحمراء عبارة عن خلية صغيرة قرصية الشكل تحتوي ضمنها المادة الفعالة اللي اسمها هيموغلوبين. الهيم اللي هو ذرة الحديد والجلوبين هو البروتين، المكون من سلسلتين ألفا وسلسلتين بيتا. عندما يضطرب الجينة المسؤولة عن تشكيل السلاسل ألفا أو بيتا، وينتقل هذا الجينوم المضطرب الطفرة عبر الوراثة من جيل إلى آخر، ستسبب في حصول الثلاسيميا إما كناقل فقط للمرض، يعني بسميها الثلاسيميا التريد أو الصغرى، أو أن يكون ثلاسيميا إصابة حقيقية وهو المرض، وعندما يتم ذلك بتزاوج يعني شخصين يحملون نفس الصفة المورثية. طب دكتور، يعني ممكن تشرحنا أكثر لماذا يحتاج المصاب للتبرع بالدم؟ تمام. عندما تضطرب هذه الطفرة تسبب سوء بأداء وظيفة الهيموغلوبين. الهيموغلوبين والكرية الحمراء وظيفتها هو نقل الأكسجين من وتبادلها مع CO2 من الرئتين إلى الأنسجة والأعضاء. وبالتالي عندما يضطرب هذا البروتين لن تستطيع الكرية الحمراء أن تنقل هذه الأكسجين، وبالتالي ستضعف وظيفتها. أيضا سيقصر عمر الكرية الحمراء لأنه المحتوى تبعها أصبح غير طبيعي. قصر عمرها بده يسبب مع الزمن فقر الدم. لذلك الطفل المصاب، ما عم نحكي على الحامل، المصاب بالثلاسيميا منذ عمر حوالي 6 أشهر تبدأ لديه المظاهر فقر الدم. يأخذه أهله إلى الطبيب فبتفاجئوا بأنه هو مريض بالثلاسيميا، وبالتالي لن يستطيع أن يكمل حياته دون دعم في الدم بشكل دائم مدى الحياة، إلا إذا يعني تيسر له علاجات تاني ممكن نحكيها لاحقا. طيب، بما أنه الموضوع متعلق أيضا بالرئتين ونقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم، دعنا نتحدث عن كورونا وما الذي يحدث لو أصيب مريض الثلاسيميا بكورونا. تمام. بالحقيقة مريض الثلاسيميا ليس عرضة للكورونا أكثر من غيره. هو مثل باقي أعضاء المجتمع ممكن ينصاب بالكورونا، ولكن هو بنأكد على أنه المرضى يلتزموا بالتوجيهات والتعليمات اللي أصبحت معروفة لدى الجميع بالحرص من العدوى. يعني الكورونا إذا أصابت مريض الثلاسيميا قد يحتاج إلى نقل دم بوتيرة أعلى. السبب أنه بالأساس ما حكينا مشكلته بموضوع الدم، والكورونا نفسها بضمن آليات إمراضية تبعيتها تؤثر على الدم وتسبب انحلال جزئي للدم. لذلك معظم مرضى اللي أصيبوا بالكورونا إذا بلاحظوا الهيموغلوبين عند دخولهم إلى المشفى بيكون لأفضل مثلا 14، أثناء استشفائهم بيصل لحد 11 تقريبا. إذا نزول حوالي 3 درجات عند المرضى العاديين، عند مرضى الثلاسيميا سيشعروا فيها أكثر وأكثر، وبالتالي ممكن يحتاجوا كمية نقل دم أكبر وبتواتر أكبر. طيب دكتور، يعني في ظل أزمة كورونا متى يجب على مرضى الثلاسيميا مراجعة الطبيب؟ يعني وهل يجب إجراء تغييرات في عمليات نقل الدم أم ماذا؟
لا ما في أي تغييرات ممكن تصير، نفس الإجراء اللي ممكن يحتاجه مريض التلاسيميا بنقل الدم حتى من نفس الإجراءات، ولكن الأعراض برضو هي عم نحكي عن 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 شقين. الشق الأول إنه إذا المريض التلاسيميا شكى من أعراض تشبه الكورونا يجب أن يتوجه سريعا إلى الخدمة الطبية لا شك، شأنه في ذلك شأن بقية المرضى، ولكن هم مع حرص أكثر. أما من ناحية نقل الدم فبده ينفذ البرنامج المكتوب له من قبل المركز التلاسيميا يتعامل معاه، اللي هو بمعدل تقريبا شهريا بده يذهب للمركز ويعمل تحاليل وينقل الدم بشكل تقليدي وروتيني. طيب بما أنه نقل الدم يعني مهم جدا لمرضى التلاسيميا، دعنا نتحدث عن أثر جائحة كورونا على تبرعات الدم. هل حدثت أو حدث نقص في بنوك الدم خلال جائحة كورونا؟ لا شك أنه يعني أثر كورونا كان كبير على مستوى العالم ككل وبأمور يعني نالت كل مناحي الحياة. خلينا نأخذ عن ما يتعلق بالمتبرعين. السياسة اللي اتبعت في أنحاء العالم بالتباعد الاجتماعي والإقلال الأمور للحد الأدنى الضروري دفعت بالكثير، والتخوف برضو من الإصابة بالكورونا دفعت بالكثير من المتبرعين التقليديين الإحجام أو تراجع بالذهاب إلى بنوك الدم للتبرع، خاصة أنه هم متخوفين بالأساس أن يكون الموضوع بتعلق ب يعني تلامسهم مع الـ مع الـ مع الأدوات الطبية أو وجودهم في مشافي قد تكون موضوع إلى ذلك، فهذا قلل فعلا من فرصة التبرع، وبالتالي صار في احتياج للدم أكثر، ولكن مثل ما بيقولوا ربك بيبلي وبيعين، وبالتالي احتياج المشافي الإجمالي للأمراض الثانية. يعني خلينا نقول العمليات الجراحية المبرمجة كلها أعيدت برمجتها بحيث أن تجرى لاحقا فيما لو أمكن، وبالتالي الاستهلاك الكبير للدم الذي كان تحتاجه غرف العمليات أو حتى حوادث السيارات اللي قلت بسبب قلة حركة السير. إذا الاحتياج التقليدي نعرفه نحن للدم قل شوية، مما أعطى فرصة لاستعمال ما متيح أو أتاح في بنوك الدم لأن نستعملها للمرضى المزمنين المعتمدين بحياته على نقل الدم مثل مرضى التلاسيميا. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار اختصاصي أمراض الدم وزراعة النخاع والخلايا الجذعية الدكتور محمد بارعلي، شكرا جزيلا لك.